فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟ اي نعم، لأنك ما نويت يوم السبت ما يمنع صيامه، يمنع صيامه يوم الجمعة إذا وافق صوم، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة تصوم، لأنك ما تقدر ما تريد صيام الجمعة المنهي عنه، إنما تريد الصوم يوم عرفة. نعم.